طيب احنا بقى كالعاده دايما بنبتدي مع حضراتكم باخبار النادي الاهلي. فريق النادي الاهلي سيعاود النهارده ان شاء الله التدريبات مره تانية بعد حصوله على راحه 48 ساعه اكيد عقب الفوز على الوداد المغربي والتاهل لنهائي دوري ابطال افريقيا. الاهلي بيستعد للمباراه القادمه امام طلائع الجيش، وده هيكون في اطار الجوله الاخيره بمسابقه الدوري، واللي اكيد ان شاء الله هتكون يوم السبت الجاي، واللي هتكون مباراه مهمه جدا ضمن استعدادات الفريق لنهائي دوري ابطال افريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل. وطبعا الاهلي كده كده احنا عارفين كلنا انه حاسم الدوري وبطولته المفضله قبل انتهاء هذه المسابقه بسبعه اسابيع كامله، وبيحمل في جعبته حاليا 86 نقطه. انا هاخد من كلامك يا كريم يعني هنا، وهقول ان مباراه طلائع هنا الجيش هتكون مهمه، ومهمه كمان لاستعدادات الاهلي لنهائي دوري الابطال، خاصه ان فريق هنا كبير بنتكلم ويضم عناصر مميزه كمان تحت قياده كابتن عبد الحميد بسوني المدير الفني اللي عمل صراحه طفره في نتائج الفريق ده منذ توليه المهمه. كمان المباراه خلينا نقول دي هتكون فرصه لاختبار عدد من الناشئين اللي صعدهم موسيماني للفريق الاول بمشاركتهم في هذا اللقاء، لانه طبعا مهتم جدا بالناشئين وكمان بالمعارين اللي هيحسم ملفهم ان شاء الله بنهايه الموسم.